مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لجولتنا اليومية في بلاط صاحبة الجلالة واستعراض لأبرز عناوين الصحف المصرية. ضيفنا النهاردة في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي زكي القاضي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ رامي، صباح الخير على السادة المشاهدين. نبدأ على طول نقاشنا وتفاصيل، ولكن في البداية استعراض للعناوين. نبدأ جولتنا الصحفية والبداية من جريدة الوطن، وعنوان يا أستاذ زكي بيقول: الحكومة تقرر زيادة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي. كمان من الأخبار عنوان يقول: قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة أمام البرلمان أول أكتوبر المقبل، حزمة اجتماعية جديدة لمواجهة غلاء المعيشة. أستاذ زكي، تابعت إزاي تلك القرارات الهامة في هذا التوقيت؟ وطبعا الهدف الرئيسي هو التخفيف عن كاهل المواطن. يعني خلينا نؤكد في البداية أن الإجراء الحكومي الذي تم هو متابعة لما صدر من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف ضمن افتتاح عدة مشروعات ومشاركة المواطنين هناك، وكان يعني قرارات أسعدت المصريين للغاية يعني وتضمنت عدة نقاط رئيسية، منها العمل على رفع المستوى المعيشي للموظفين، وكذلك توجيهات للقطاع الخاص بتطبيق يعني أمور في ذات الشأن. واحنا شفنا، احنا نتكلم عن درجات وظيفيه، نتكلم على السادسه الدرجه بتصل ل 4000 جنيه، الممتازه تصل ل 11000 جنيه. يعني الدوله المصريه بتحاول تقر هذا الامر، وده كانت الحكومه بتتابع تنفيذ توجيهات سياده الرئيس الصادره في هذا الاطار، لان احنا كلنا موجودين في منظومه واحده، وهذه المنظومه تستوعب ما يحدث في الداخل المصري، وهو المتاثر بطبيعه الحال بظروف اقتصاديه عالميه، سواء ازمه كورونا او الازمه الروسيه والاوكرانيه. واحنا هنا مش بنقول كلام وبنكرره بداعي ان احنا نبعد القصه عننا، لا، هي دي الحقيقه. الحقيقه اللي بتقول ان وضع روسيا واوكرانيا ووضع كورونا قبلها والوضع الاقتصادي المعقد للغايه في ازمه الطاقه وازمه الغذاء بيؤثر على دول كبيره للغايه، سلاسل الامداد بشكل عام بالظبط، فهو بيأثر على دول كبيره للغايه واقتصادياتها كبيره وعندها صناديق سياديه اضعاف ومليارات بالدولارات موجوده لديهم، لكنهم متاثرين. بل ان بعض الدول في مسارها التقليدي لجأت الى وسائل غير تقليديه، يعني بعض الدول لديها حس محافظ، لقينا ان هي بتتجه لامور خاصه بالغنى والترفيه وحاجات على عكس السياق الطبيعي ليها، عشان توفر مصدر جديد من مصادر الدخل القومي ليها، عشان ترفع مستوى معيشه افراد، عشان تقدر يعني تواجه كل متطلبات السوق العالمي. وده هنا يعني تطور طبيعي مرتبط حتى بالولايات المتحده الامريكيه نفسها، لما راحت تعمل الفيدرالي الامريكي، والمصريين دلوقتي بيسمعوا يقول لك الفيدرالي الامريكي، وخفض تصنيف امريكا الائتماني، وفكره بنوك وبنوك كبيره فلست وحاجات كده كتير. انت واحنا لما بنقول الحاجات دي وبنسمعها حتى مش في الاعلام المحلي، لا، في الاعلام الدولي بيتكلم عن هذه القصص، بيقول ان الوضع فعلا متاثر. عشان كده كان تدخل سياده الرئيس، هذا التدخل لم يكن الاول لكنه تدخل مستمر ومتواصل. النهارده الحكومه المصريه في اجتماعاتها بتسعى لتطبيق هذه التوجيهات بشكل يكمل الصوره، لكن
واهم حاجه في لكن دي، احنا ما فيش حاجه اسمها حاجتين، ما فيش حاجه اسمها الدوله والمواطنين، ما فيش حاجه اسمها الرئيس والشعب، في حاجه اسمها كلنا واحد. بمعنى احنا واحنا شغالين على مواجهه غلاء المعيشه، لو جه حد مواطن يجي يقول لي ان في قريته كيلو الطماطم وصل 25 و30، هقول له حضرتك ان الغلط ده من عندك. لو جيت تقول لي كيلو البصل وصل كذا، هقول لحضرتك الغلط ده من عندك. هي الدوله هتقدر تشوف الراجل اللي بيبيع طماطم وبصل عندك في القريه؟ لا، اللي بيشوفه مين؟ المواطن. عشان كده حطت هي ادوات الرقابه وادوات المتابعه، يعني انت حضرتك في الشريط الاخباري اللي طول اليوم موجود على القناه عندك في كل دي فيها مليانه ارقام. كم واحد في القريه اللي بتشتكي من سعر الطماطم والبصل والبطاطس اتصل وقال احنا عندنا كذا؟ لان ده الدور الرقابي. الحكومه كلها عندها 5 مليون موظف، لو الخمسه كلهم عندهم ضبطيه، مش في القرى بس، في كل ما انا بتكلم كده، لو هم عندهم 5 مليون كلهم الموظفين ضبطيه، مش هيقدروا يسدوا على 120. الحل الوحيد ان احنا عندنا تشاركيه، لو عندنا واحد بيغلي لازم نبلغ عنه، ملهاش حل. هو بيغلي عليك لانه فعلا الغلا زمان كان بالكسور، يعني يا استاذ رامي، يعني كان نقول لك الحاجه دي غلت بخمسه بقت بخمسه ونص، خمسه وربع، دلوقتي الغلا بخمسه وسبعه وعشر. ليه اللي بيعمل كده؟ لان هو بيعمل تقدير جزافي، جزء منه انه يغلي طبعا لان في ارتباط بوضع اقتصادي، لكن جزء برضه بيبقى متعلق بالتاجر نفسه. في فئه من التجار بالزبط. يا استاذ زكي ما بيعملوش هامش الربح، بيعملوا مضاعفه. لا، وكلمه تاجر دي مش معناها الراجل اللي عنده سوبر ماركت كبير وعنده محلات كتير. على فكره التاجر ده اللي هو بيبيع لك خضار وطماطم على فرشه عندك في البلد، هو ده اللي بيأثر عليك. انت المفروض تواجهه تقول له حضرتك انت كنت بتجيب الطماطم دي ب 10 ب 20، طب هي زادت كذا وزادت كذا، انت المفروض تزودها 22. يعني انا قصدي بقول امثله للارقام. فالناس تبقى فاهمه ان الزوادات دي ما تبقاش بالاثنين وبالخمسه، لا، في بالجنيه وبنص جنيه، لان احنا عندنا عمله النص جنيه موجود، فممكن يبقى الزياده بالكسور. فاحنا دور الناس مع الدوله مع الحكومه هو ده الدور التشاركي، ان احنا نبقى موجودين في وقت من الاوقات. وانتوا حضراتكم بتتكلموا، انا كمواطن رقيب مهم جدا وعين للدوله في رصد اي مخالفه او في رصد مهم جدا. ال 100 مليون هم الكتله الغالبه، وهم اللي بيشاركوا الحكومه، الموظفين كلهم ال 5 مليون وال 7 مليون، وهم اللي بيواجهوا فكره غلاء المعيشه، ان هم مش يشتكوا ويتكلموا، لا، يشتكوا بشكوى مسجله رسميه منضبطه، لدينا ارقام من حمايه المستهلك للرقابه الاداريه لكل الاجهزه بقى بالتأكيد. اللي موجوده في الدوله المصريه، لو تابعنا معاها هنقدر نقلل كتير من فكره غلاء المعيشه اللي ربما تكون منتشره في اوساط الناس. تمام، نروح بقى مع حضرتك لصحيفة اليوم السابع ونقرأ معكم مشاهدينا هذا العنوان: إعداد قوانين الحماية الاجتماعية الجديدة لإقرارها أول أكتوبر القادم. من صحيفة الدستور تصريح لرئيس الوزراء مدبولي: إقرار قوانين الحزمة الاجتماعية في البرلمان. إزاي أثرت القرارات الأخيرة لسيادة الرئيس والحزم الاجتماعية على حياة المواطن في تحسين معيشته؟ كان كمان لأصحاب المعاشات، خلينا نتذكر، نصيب كبير في هذه الحزم الاجتماعية برضو. بتتابع إزاي اهتمام الدولة المصرية في ظل هذه الظروف بتلاقي والتوقيت لإصدار برضو هذه التوجيهات؟ يعني ما للدولة هو للدولة، بمعنى أن الدولة كانت قادرة في خلال الفترة اللي فاتت أن هي تمارس كافة أدوات الحفاظ على استقرار المعيشة، فبالتالي كان هناك تدخل حاسم من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عدة إجراءات ربما نصل فيها الأرقام التاريخية. حزمة الإجراءات الاجتماعية والحماية الاجتماعية دي بنتكلم في 500 و600 مليار جنيه في الموازنة، هذا رقم لم يكن محققا من قبل، وده بناء على توجيهات من السيد الرئيس ان احنا الميزانية اللي عندنا عايزين نحافظ فيها على صحة، على تعليم، على استقرار معيشي، على ان احنا نواجه الظروف العالمية. فكانت جملة التدخلات من الدولة المصرية ان احنا نضبط هذا المشهد، وبرضه نقر دايما قدام نفسنا وقدام كل يعني المنطقة الديني والإنساني ان مفيش في السوق المصري سلعة قلت، يعني مفيش سلعة في السوق المصري اختفت، وهذا إجراء يعني صعب للغاية ان دولة تقدر تحافظ على السلع، يعني تلاقي موجود عندك سكر، زيت، بصل، مش عارف ايه. تاني حاجة فكرة الأسعار وتناسبية الأسعار، ان الدولة المصرية في تدخلها لضبط هذه الأسعار ومعدم محاولة ان هي تنفجر مقارنة باقتصاديات كبرى، ودايما احنا نبص للموضوع ده لان الموضوع ده هو مربط الفرس. احنا لما بنضبط السوق ونبقى نخلي الامور تحت السيطرة، هي دي اللي بتبين قدرة الدولة. الدولة المصرية بتقوم باللي عليها، وده ارتباطا بالخبر اللي قبل كده واخبار المستمرة في هذا السياق، ان احنا لابد من دور تشاركي معانا في القصة اللي احنا بنشتغل عليها دي. احنا فعلا بنعمل محاولات لضبط المعيشة، محاولات للسيطرة على بعض الاسعار، لكن عينين الدولة هم الشعب، مهم جدا، عينين البلد هم الناس.
فبالتالي احنا لو عملنا هذه العمليه هنوصل لحزمه الاجراءات الاجتماعيه اللي راحها البرلمان. البرلمان دول اللي هم 596 نائب تقريبا في مجلس النواب اللي هيناقشوا هذا الامر اللي هتدخل لهم باذن الله بعد رجوعهم في اول اكتوبر اول جلسه عشان يقروا هذه الاجراءات او الحمايه الاجتماعيه. هم ممثلين للشعب وهم رايحين برضو بهموم دوائرهم عشان يلتقوا مع الحكومه في اللي عاوزه تقره من اوضاع. هنا المعادله بدات يعني بدا ظهر فيها التكوين او المنظومه المصريه، رئيس يتابع، حكومه تضع التوجهات وتنفذها، برلمان يوافق على التشريعات، يبقى الشعب المصري برضه يشارك هذه القصه والمنظومه عشان احنا لدينا تصورات. احنا يعني واحنا بنتكلم يعني بنفتت مجهودنا وبنفتت مكتسباتنا وانجازاتنا. احنا بقى لو قدرنا نحافظ على هذا الامر ونحافظ على هذا السياق وتبقى المنظومه متكامله ونبقى موجودين مع بعض في هذه الصوره، نقدر نمر من اي حاجه. بقى مش هنتكلم على الاسعار، ده هنتكلم عن كل حاجه في الدنيا نقدر نعدي منها. احنا فعلا عدينا على فكره قبل كده من 2013 من الاخوان، ودي كانت يعني مرحله صعبه لغايه، ناس موجودين في 80 دوله وبيسيطروا علينا وجايين يقول لك احنا قاعدين 50 سنه. عدينا منهم، عدينا من الارهاب اللي كان موجود في شمال سيناء وانتشر في مصر في 2015 2016، عدينا من الاصلاح الاقتصادي في 2018، عدينا من كل بقى التحديد. هنا بقى في الجزئيه دي الاصلاح الاقتصادي، لو ما كانش حصل نظام الاصلاح الاقتصادي والمشروع ده وتم، كان زماننا بقينا فين النهارده؟ احنا زماننا كانت هي مصر عاده الحمد لله ما بتروحش لفكره الفتنه الكبرى، يعني في تاريخها ما كانش بتتعرض لهذا الامر. مهما لكن يعني الحمد لله مهما كلنا واعيين ولادها مهما الظروف شدت عليهم المصريين بيتجمعوا مع بعض. لكن الاصلاح الاقتصادي ده كان فرصه لتقليل الأضرار بشكل كبير للغاية، لأنه لو لم يكن هناك إصلاح اقتصادي ساعتها ما كناش هنقدر، كانت هتبقى الدنيا، أنا عايز أقول مصطلح شعبي كده، كانت هتبقى الدنيا عايمة شوية، لأنه حدش كنت هنا مش هتعرف أنت بتعمل إيه وعايز تعمل إيه، ما كانش عندك ضبط. بالإضافة لموضوع مهم جدا وبرضو إحنا في الإعلام بنكرره والسادة المواطنين يبقوا مركزين فيه جدا، هي فكرة المعلومات. إحنا ما كانش عندنا معلومات قبل 2013، البلد ما كانتش متشافة، ما كناش عندنا قاعدة بيانات. إحنا لما قدرنا نكون قاعدة البيانات في الفترة اللي فاتت دي عرفنا، إحنا طبعا ما خدناش الصورة الكاملة، ما عملناش نسبة 100% من قاعدة البيانات، لكن لما قدرنا نكون صورة من قاعدة البيانات عرفنا بقى نعمل حاجة كريمة، تكافل وكرامة، التحالف الوطني، الشغل على الأرض، الجمعيات، المؤسسات، كل الحاجات دي منين؟ من قاعدة بيانات. طب قاعدة البيانات دي كلمة؟ لا، قاعدة البيانات دي فلوس. احنا قدرنا نجمع البيانات دي على سيستم، نعمل لهم حاجة السيد الرئيس اتكلم عنها قبل كده اسمها العقل القومي للدولة المصرية. فاحنا لما عملنا الحاجات دي عملنا بايه؟ بفلوس. طب الفلوس دي جبناها منين؟ من الاصلاح الاقتصادي. طب احنا حتى الفلوس اللي اتدخلنا فيها في أزمة كورونا والناس تتذكر لما السيد الرئيس اتكلم عن 100 مليار تقريبا وقتها، طب دي كانت فين؟ هو احنا بنصحى الصبح نطلع 100 مليار؟ لا، كانت جايه من الاصلاح الاقتصادي والحاجات اللي الدوله حطاها على جنب للظروف الطارئه. طب احنا حتى لما اتدخلنا في ليبيا ومن كام يوم حضراتكم برضه نشرتوا اتدخلنا في السودان، يعني احنا مش موجودين، لا دخلنا في السودان كمان، احنا جبنا الحاجات دي منين؟ وقعدنا ونفذناها ازاي وفي وقت سريع؟ عندنا خطط وسيناريوهات وتقدر تتنفذ في 6 ساعات زي ما سياده الرئيس قال في يوم من الايام. خطوات استباقيه بتتبعها الدوله المصريه في كل المجالات. نرجع تاني للصحافه ونروح لهذا العنوان من صحيفه الوطن، وعنوانها بيقول المبادرات الرئاسيه بره امان للمصريين. عنوان تاني حياه كريمه لاهالينا، خدمات ومرافق وبيوتنا عمار، جهود كبيرة الحياة كريمة في كل المحافظات. بتتابع ازاي الجهود وانجازات ونتائج بارقام للمبادرات الرئاسية؟ يعني اعظم حاجة حصلت في العقد الاخير او في ال10 سنوات الاخيرة هو مشروع حياة كريمة، وهذا بانصاف المستويات والتقارير المحلية وإشادة وتقارير العالمية وكافة المقابلات اللي بيحضرها سيادة الرئيس أو على مستوى الوزراء، كلها بتشيد بمبادرة حياة كريمة ومشروع حياة كريمة. احنا هنا بنتكلم عن مشروع بيخدم 60% من شعب، مفيش مشروع في العالم كله بيشتغل على 60% من كتلة شعب. بمعنى ان الشعب الصيني مثلا عنده مليار ما عندوش مشروع بيشتغل على 600 مليون، الشعب الفلاني عنده 100 مليون مفيش مشروع بيشتغل على 60 مليون. الوحيد في العالم اللي بيشتغل على كتلة 60% من مواطنيه هو مبادرة حياة كريمة، ده رقم واحد. رقم اتنين، هل هو حياة كريمة مشروع يحمل اتجاه تقليدي واحد؟ لا، حياة كريمة لديها تطور نوعي عظيم يكاد يكون يومي. احنا لدي هذا التطور النوعي العظيم والمرن بيتجاوب مع الظروف. رقم ثلاثة، هل حياة كريمة منفذة في بعيد عننا؟ يعني الناس اللي بتسمعنا
يقدر يقول لك دلوقتي انا افتح الباب او انا راكب مواصلاتي، هل ما عنديش مبادره شغل الحياه كريمه؟ لا، عندي شغل الحياه كريمه. فرقم 3. رقم 4، المستهدفات من الحياه كريمه استهدفت الصعيد والارياف والناس الغلابه، 4500 قريه صرفنا عليهم تريليون جنيه. كل الشغل ده كان بيقول ايه؟ ان الدوله المصريه برضو وهو جزء عظيم من الحمايه الاجتماعيه اللي اتكلمنا عنها، وجزء عظيم اخر من فكره حقوق الانسان. حقوق الانسان، احنا هنا صرفنا على 60 مليون مواطن مصري تريليون جنيه في 4500 قريه. انا عايز حضراتكم والساده اللي بيسمعونا يشوفوا كده العالم طلع كام مليار دولار في اتجاه معين لدوله معينه خلال الفتره اللي فاتت عشان يعمل يزكي فكره الحرب والصراع وقتل. كان بقى شوف بقى نقارن الارقام، احنا هنا قدرنا نقطع من موازنتنا ومن حياتنا، حتى مهرجان العالمين لما خدناه خدنا فلوس وديناها الحياه كريمه. فاظن ان احنا بنقدر نبني منظومه تتوافق مع حقوق الانسان بشكل واقعي وعملي. بالتاكيد. طيب نروح لموقع مبتدا وعنوان حياه كريمه ببني سويف، نعمل على تمكين او التمكين الاقتصادي للمراه المعيله. ازاي غيرت حياه كريمه حياه المراه المعيله من خلال تمكينها اقتصاديا يا استاذ زكي؟ هنا بقى الكلمه بتاعت التطور النوعي. احنا لما بنتكلم على حياه كريمه ملهاش شكل تقليدي، مش شكل تقليدي زمان اللي هو كان يقول لك ان احنا ممكن ندي للناس مساعدات سندية غذائيه كراتين، لا، هو ده الشكل التقليدي اللي ممكن يبقى كان ينفذ قبل 2010 او حتى قبل 2013. لكن حياه كريمه هنا لديها تطور ان هي تعمل عمليه تمكين اقتصادي للمراه المصريه، فتجيب ناس يعلموهم مشاريع ويدخلوا بال30 او 40 مؤسسه اللي موجوده ويشتغلوا معاهم ويشتغلوا على قصه ان هم يمكنوهم اقتصاديا، بعد كده ياخدوا النماذج النجاحه دي تبقى موجوده تقابل الوزراء، بعد كده يحضر منهم جزء مع سياده الرئيس. هل حضرتك تتخيل في يوم من الايام كان في اي تصور منطقي ان واحده تبقى جايه من بني سويف تحكي تجربتها قدام سياده الرئيس قدام العالم وتقول له انا شغال على فدان واثنين، فسياده الرئيس يقول لها انت لا انت تمسكي مزرعه؟ هذه اللغه وهذه الطريقه لم تكن لتتحقق الا بوسيله واداء. الوسيله والاداء للزخم ما بين الدوله وما بين المواطنين اللي ملاها حياه كريمه والتحالف الوطني العامل الاهلي والتجارب والمبادرات المشابهه. احنا لا نملك فعلا الا هذه الوسائل، لان احنا لدينا امكانيات وقدرات، هو ربنا اراد ان احنا نكون في هذه الامكانيات والقدرات. فاحنا اضطرينا يعني او الدوله المصريه فكرت تدخل بهذا التدخل، حياه كريمه، التحالف الوطني، كل الاشكال دي عشان نعملها. طب واحنا بنعمل الحته دي، الدوله المصريه هتكمل ست يعني الدوله بقيادتها هيكملوا 6 12 18 سنه، عمليه الاستدامه بتحصل ازاي؟ لما احنا نعلم الناس، ناهل الشباب، نأهل المرأة ونمكنها اقتصاديا، نديها مشاريع، نشتغل على كل القصة دي، وهنا الدولة المصرية تفضل مستدامة وتقدر تحافظ على نفسها بنفسها. ببساطة بناء الشخصية المصرية، بناء الإنسان المصري. الكاتب الصحفي أستاذ زكي القاضي، أنا بشكرك على وجودك معنا في فقرة الصحافة النهاردة في هذا الصباح، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الشكر أيضا موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، بتمنى لكم خميس سعيد وجمعة مباركة على كل مشاهدي إكسترا نيوز وهذا الصباح. إلى اللقاء.